أنجزت ملاكات قسم الصيانة الهندسية إنشاء ردهة إنعاش المصابين بوباء كورونا في مستشفى الهندية العام بزمن قياسي، وتم افتتاحها من قبل وزير الصحة والأمين العام للعتبة العباسية المقدسة وسط حضور من الجهات الرسمية في محافظة كربلاء. أشكر كل العمال الذي وقفوا على هذا الصرح، وهذا فخر إن حقيقة إنشاء مركز مثل هذا متقدم في فترة جدا وجيزة، وإن شاء الله بجهود مثل هالشباب هذا نقدر نوسع هذه الإنشاءات في كافة محافظات العراق. وشكرا للعتبة العباسية، وهذا إن شاء الله يكون بداية الطريق، وأتمنى أن هذه عملية إنشاء هذه المراكز الطبية والمستشفيات مستمرة في كل أنحاء العراق. طبعا هذه البنايات هي خطوة احترازية من العتبة العباسية المقدسة، قدمت هدية إلى الصحة في كربلاء لدعم البنى التحتية في مدينتنا المقدسة. بناية الحياة الثالثة، هكذا تسمت الردهة الملحقة بمستشفى الهندية العامة التي تحتوي على 35 غرفة منفردة توازي الغرف الفندقية، مجهزة بالمستلزمات المطلوبة لتدخل الخدمة الصحية بغية إنعاش المصابين بالفيروس في الوقت الحالي، وتستخدم بوصفها غرفا للعناية المركزة بعد الانتهاء من هذه الجائحة. نشهد اليوم افتتاح بناية الحياة الثالثة، ردهة حميات مستشفى الهندية العام، هدية من الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، بجهود الكوادر الهندسية والفنية بوقت قياسي جدا جدا جدا، عمل باعتبار تحفة فنية رائعة تضاف للخدمات الصحية. استخدمنا كل المنظومات اللي خاصة لتناسب المريض المصاب في هذا المرض. الحمد لله منظومة التهوية، منظومة التبريد، إضافة البنى التحتية من مجاميع صحية، مجاري مي، الكهرباء، إضافة للأصباغ المناسبة للأنتيبكتيريا باعتبار أنه وضع المريض خاص، مواصفات خاصة قدرنا نحققها في هذا المستشفى وأنجزنا العمل بصورة تامة. منجز صحي ثان في محافظة كربلاء وثالث على مستوى العراق تفتتحه العتبة العباسية المقدسة في ظل تفشي جائحة كورونا، والذي نفذته الملاكات الهندسية والفنية فيها إسهاما منها لحماية المجتمع من خطر هذا الوباء.